Yaşar الرب يجي تشرين خليهن إلى هنا وحياة العمر ما حقني لولا نحن نطرنا الحر الطاير من فوق الشام نازل عبادة يلاقي رب الحمام عجناح لا سوريا حامل سلام ضوي يا شمس بلادي فوق الايام طير الحر الطاير من فوق الشام نازل عبادة يلاقي رب الحمام عجناح لا سوريا حامل. صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية، صباح إن شاء الله يحمل لكم كل المحبة، يحمل لكم دفء الربيع يلي صار على البواب. هاي الأيام يمكن كلياتنا منحس فيها بالسعادة، ببلش الدفء يفوت على بيوتنا لحتى فعلا يعني تختلف الطاقة تبعيتنا أكيد مع الشمس يلي بتحمل لنا كل السعادة. يسعد صباحك ليا، صباحك من محبي الربيع، خاصة أنا وياكي بتتغير نفسيتنا عن جد، ما في أحلى من الربيع. سعد لي صباحك، صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. مثل ما اكيد قالت ميسان، يمكن هي الاجواء بتعطي طاقه كثير حلوه، ان شاء الله يومكم يكون مليء بالطاقه الحلوه والمتجدده دائما والتوفيق لكل الناس. فقراتنا عديده ومتنوعه، خلينا نتعرف شو فقراتنا لليوم بالفوتومونتاج. مواضيع صباحنا لليوم: التوعية الصحية عند الأطفال، الالتهابات الجلدية، الوقاية والعلاج. تقنين الإنترنت، الأسباب والنتائج المتوقعة. مشاريع صغيرة تنعش الريف السوري. ليا، الثقافة تجدد انتصارها هو عنوان للمهرجان يلي احتضنته دار الأسد برعاية وزارة الثقافة، وكان هذا حفل الافتتاح تم فيه تكريم باقة من الشخصيات السورية المبدعة. تفاصيل مع زميلتنا ريم سليمان. نحن اليوم
بدأنا نستعيد عافية الثقافة. لدينا المتاحف التي كانت مغلقة تفتح أبوابها اليوم، وأنتم تعلمون عندما تفتح المتاحف يعني أن الحالة أكثر من رائعة. نحن اليوم نستعيد القلق الثقافي الذي ميز سوريا على الدوام، وأنا أقول دائما بأن سوريا كانت ترد على كل هذه الهمجية السوداء التي أرادوا أن يصدروها لبلدنا الحبيب. كانت ترد بالثقافة، بالموسيقى، بالكتاب، بالمسرحية. الثقافة تجدد انتصارها، أكيد هي اليوم كلمة كتير معبرة بأنه وزارة الثقافة وعن طريق الثقافة المتجذرة ببلد مثل سوريا الذي يملك هذه الحضارة الكبيرة، نحن نحتفل أيضا ونواكب انتصارات جيشنا العربي السوري على الأرض من خلال الاستثمار بالثقافة والاستثمار بالإنسان الذي هو أرقى أنواع الاستثمار. وهذا الشيء اليوم ضروري نوضح ودائما ندل على قديش نحن منحوي من ثقافة ومن فكر ومن إرث حضاري. هذه الثقافة التي وجدت وسطرت التاريخ العالمي من خلال عطاءات مبدعينا، اليوم عم بيقدموا أيضا باقة كتير كبيرة ومهمة من الانتصارات الجديدة على مستوى الثقافي وعلى المستوى السياسي. ومن دار الأوبرا رح نروح لصرح ثقافي أيضا في دمشق وإلى المركز الوطني للفنون البصرية، حيث أقيمت أمسية تحت عنوان صدى لوحة يلي جمعت بين الموسيقيين وريشة الفن التشكيلي في تجربة الأولى من نوعها. وهي ترجمة شو بتقول الريشة أو شو بتقول هي اللوحة بعزف أهم الفنانين السوريين. خلينا نروح ونتابع هذه المادة مع زميلتنا سلمى عودة. أول تجربة بتصير بسوريا، أول تجربة بالمعرض، 8 لوحات تعايشوا مع بعض، واللوحات عن الحرب مثل ما سمعتيني عم أحكي. ثانياً وقت اللي تعلق المعرض وصار فكرنا أنه كيف كل 2 موسيقيين يعبروا عن لوحة، ومن ثم كيف يجتمعوا كأوركسترا ويعزفوا موسيقى، وعملناها دعوة عامة مشان يجوا البشر كلها. تجربة مهمة، تجربة مميزة. أهم أنه أنا مثلا بحب هذا هي الحالة اللي فيها كثير، مثلا
مزيج بين اكثر بين اكثر من 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 فن لحتى نكون مثلا نحن عم ننطق فكره واحده او عم نصدر فكره واحده. هن رسموا اكيد، نحن بعد اجينا حضرنا المعرض وعملنا موسيقى لحتى نعبر عن هاي الروح. فهذا الشيء، هي الشراكه كثير كثير مهمه بمجال الفن. يمكن يعني كل ما اشترك بفكره او بمبدا او برساله لتوصل اكثر من نمط من الفنون، فهي اكيد النتيجه كثير مهمه. اهمها انه بتتاكد بطريقه كثير كويسه. اليوم رح نشوف صوت اللوحات، لوحات رائعة رسمها فنانين فعلا رائعين متميزين حتى بطريقة تعاطيهم مع فن الرسم غير تقليديين. نحن رح نبين صوت هاللوحة. أنا عم شوفها نوع جديد من الثقافة المهم كتير. أنا مبسوط، أنا شخصيا مبسوط فيه، ملاقيها طريقة جديدة لتحكي مع العالم، مبسوط إنه في حضور، هذا يعني دلائل كتير حلوة. والفكرة بحد ذاتها هي فكرة يعني إنه لوحة وتعزفي معها موسيقى، فكرة عظيمة. إنك تعملي موسيقى تعبر عنها كانت تجربة جديدة وأنا كتير سعيد فيها. فرح يكون الموسيقى بالحقيقة يعني شيء ارتجال، ومثل بيقولوا في إفكت يعني مؤثرات أكتر، نستعمل الآلة كمؤثرات موسيقية أكتر من إنه هي قطعة معينة أو شيء. يزرع يحصد، هذا المثل الشعبي اللي نشأنا عليه كلنا. وفي عالم الزراعة دائما هي المعادلة هي رابحة، فالزراعة هي الكنز يلي بينمو بيزيد، وهي من أهم أعمدة الاقتصاد السوري وأهم المقومات يلي بيرتكز عليها وبهدف المبادرة والنهوض بالمرأة الريفية ودعمها وتمكينها الاقتصادي عبر مشاريع خاصة تسمح لها بضمان موقعها في النشاط الاقتصادي الوطني وضمان مستوى عيش كريم لها. كانت المشاريع الريفية بالتعاون مع غرف الزراعة في سوريا. يعني هيك أهم الخطوات تجاه تنمية قدرة المرأة السورية وتفعيل دورها في العملية التنموية. للحديث أكثر عن مشاريع المرأة الريفية ضمن قطاع الزراعة، بيسعدنا أن نرحب بالأستاذ يحيى المحمد مدير اتحاد الغرف الزراعية السورية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح الخير، وصباح الخير لجميع المشاهدين. وبحب استغل هاي الفرصة لكم كل عام وانتم بخير، ولسيدات سوريا كلها بألف خير، بما انه حديثنا عن المرأة الريفية بمناسبة يوم المرأة العالمية. صحيح تماما، يسعد لي صباحك استاذ. يعني خلينا نبلش نحكي عن واقع المرأة الريفية في سوريا، خلينا نحكي شو عندها حقوق، كيف نحن بندعمها، وشو بنقدم لها تسهيلات لحتى نزيد الاقتصاد الوطني للمرأة الريفية. تمام. هلا المرأة الريفية بشكل عام كانت تشكل هي الركيزة الأساسية بتحقيق التنمية الريفية على مستوى الأرياف من خلال نسبة مساهمتها كنسبة الأيدي العاملة العاملة بالريف، من خلال النشاطات اللي كانت تشتغل فيها زراعية أو تصنيع غذائي أو حتى مهن حرفية. للأسف جاءت الحرب الظالمة على سوريا وتضرر جزء كبير من الأرياف تبعنا، وكانت هي الركيزة هي أحد الأمور اللي تضررت بشكل كبير. للأسف مثل ما بنعرف صارت كثير من الأسر تعيل نساء، صارت كثير من الأسر تقريبا إذا بدنا نحكي تغير مكان إقامتها، فتضرر مصادر الدخل الأساسي إلى هذا الموضوع. شكل ضغط كبير على المرأة الريفية وعلى الدور اللي لازم كانت تلعبه بالفترة لإعالة عوائلها.
من هون إجا الفكرة تبع اتحاد غرف الزراعة مع الشركاء تبعه بتقديم هذا الدعم للمرأة الريفية، كونه هي إذا فينا نسميه من الشريحة الأكثر حقا بالاستهداف هاي الفترة، كونه مكون أساسي من مكونات المجتمع ولازم يتقدم للدعم الكبير. من 2017 قمتوا بمشروع وحدات التصنيع الغذائية، هذا المشروع كيف قدرتوا أنكم تقدروا تخلوا أكبر قدر من النساء يستفيدوا منه وبنفس الوقت أنتوا تحققوا الاستفادة لكم؟ هلا مشروع وحدات التصنيع الغذائية بشكل عام هو من المشاريع اللي بنعتبرها نوعا ما ناجحة، كونه استهدفت العالم اللي صح وبالأماكن الصح. هي مشاريع اجت فكرتها من فكرتين اساسيات، الفكره الاساسيه الاولى كونه التصنيع الغذائي او المونه هي جزء من التراث السوري بشكل عام والتراث الريفي. اكيد. الشيء الثاني انه نحن مثل ما بنعرف المواسم الزراعيه في عندنا مواسم فيها ذروه انتاج، يعني في اشهر معينه بيكون الانتاج اكبر من الطلب بكثير، فبيكون سعر هي المنتجات الزراعيه منخفض. فدائما لما بيكون انت الماده الاوليه سعرها منخفض فتحقيق القيمه المضافه لهي الماده بيكون سهل وتحققي منفعه زمانيه ومكانيه لهي السلع. جاء هذا الموضوع لحتى تمتص هي الوحدات جزء من هذا الفائض. الهدف الاول تحسين السعر للمزارع، بيصير في ايراد افضل، والشيء الثاني هن بيحققوا قيمه مضافه لتصنيع هي المنتجات. اجت الفكره تبع وحدات التصنيع من خلال مشاركه 5 نساء ريفيات بتقديم لهم مستلزمات، جزئين من المستلزمات إذا فينا نقول مستلزمات ثابتة ومستلزمات تشغيلية، يعني جزء تشغيلي وجزء ثابت. ثابت هي مجموعة أدوات اللي بتخص التصنيع من أدوات طناجر، فرامات، طاولات للتجفيف، موازين، غازات، يعني كل الأمور اللي لها علاقة بموضوع التصنيع الريفي. والشيء التشغيلي هو أعطيناهم ما يشغلهم للفترة الأولى لتقليل الكلف، يعني المواد اللي قدمتوا لهم إياهم. تمام. هلا نحن هذا المشروع هو مشروع بالشراكة بين برنامج الأغذية العالمي بين اتحاد غرف الزراعة وأكيد بإشراف بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. نعم. فيما بعد كيف هي المرأة أنها هي تنضم لمشروعكم وتكسب هذا الدعم؟ نحن ذكرنا هنا 5 نساء ريفيات استفادوا فقط. لا هلا نحن المشروع بلش تحديدا بلش بال 2017 ب5 وحدات على مستوى سوريا. هلا قد ايه صار وكيف بينضموا لكم السيدات؟ هلا نحن بلش ب5 وحدات على مستوى سوريا بال 2017، صار في عمليه توسع له نتيجه متابعتهم ونتيجه دراسه النجاح تبعهم، واذا فينا نقول الدروس المستقاه اللي اخذناها من هذه التجربه وسعناهم ل 40 وحده، يعني بواقع 200 اسره مستفيده. المرحله الثالثه وصلنا ل 97 وحده بواقع 485 اسره مستفيده. هلا المرحله كل مرحله اختلفت عن السابقه بانه حاولنا نحسن العمل من ناحيه المستلزمات المقدمه، من ناحيه الدعم الفني. الشيء الاساسي والمهم انه هي الاسر او هي السيدات تقدم لهم دعم فني بشكل كبير من خلال دعم فني سميناه دورات مركزيه قام فيها اكاديميين متخصصين لحتى اعطائهم اهم المواضيع او الخبره الفنيه اللي تحقق لهم نجاحهم، يعني مثل حساب الكلف، مثل كيف يعملوا سجل بالوحده ليعرفوا ارباحهم والمواد اللي بيدخلوها على الوحده. الشيء الثاني كيف الاستخدام الامثل للامور المراعاه الامور الصحيه، كون نحن عم نتعامل مع غذاء فالامور الصحيه هي الأساس فيه، يعني المنتج الصحي النظيف هو الأساس بمواضيع التصنيع. تم يمكن هيك انه يعني حكيته بموضوع المنتجات يلي بتكون تالفه او يلي بتتلف نتيجه يعني عوامل الطبيعه. تمام. هدول السيدات تقدم لهم جزء كبير من شيء اسمه جوده المواد الغذائيه او معايير الجوده، كيف يقدروا يحافظوا على الفتره الاطول لهذا المنتج بشكله الطبيعي، ودائما نحن بنركز بالمنتجات الوحدات هي انه يكون منتج خالي من اي مواد حافظه، يعني منتج طبيعي 100%. الفكره اللي مرحله الدعم الثاني اللي تقدم لهم هو الدعم على مستوى وحداتهم، كان في مشرف فني متخصص يشرف على مستوى الوحدات يقدم لهم الدعم الفني، يكون مشرف على عمليات التصنيع اللي موجودة. هلا النتائج الحمد لله كانت جدا جيدة بالفترة الماضية، كان في إنتاج جدا جيد كدراسات اقتصادية اللي بنجريها عليهم، في نسبة دخل جيدة تحقق لل5 عوائل، وك وحده كتركيبه الداخليه كان في اداره لهي الوحده، يعني تقسم المهام بين السيدات، حدا مسؤول عن اداره الوحده بشكل عام، حدا مسؤول عن الانتاج، حدا مسؤول عن موضوع التسويق، حدا مسؤول عن موضوع التوريد، فكانت المهام متناغمه فيما بينها. حقيقه كان تحدي بالفتره الاولى انه نقدر نجمع 5 عوائل بعمل جماعي، ونعرف نحن بالريف نوعا ما العمل الجماعي مو كثير محبب تمام، فكانت
تحدي لنا بنفس الوقت، وكثير كنا سعداء بالنجاح اللي حققناه. وبكل المحافظات كانت كم محافظة كان فيها هذا المشروع؟ حاليا بمشروع وحدات التصنيع مستهدفين 8 محافظة. تمام، بس كان نسأل عن موضوع التسويق، يعني كثير من هاي النساء فعلا هاي المواد الطبيعية فينا نقول مثل ما ذكرت حضرتك ما فيها مواد حافظة، كثير قريبة من الأكلات يلي بناكل عند أمهاتنا من ست البيت السورية، يعني طالعة من امرأة سورية ست بيت لكل المنازل السوريين، كيف بيتسوق لها بالطريقة الصحيحة لتصل للعالم وتاخذ حقها كمان؟ تمام، هلا مثل ما تفضلتي حضرتك حلقة التسويق هي من أهم الحلقات لدعم هاي المشاريع. أكيد نحن كنا بكل محافظة لنا نشاطات بالتشارك مع شركائنا بالإضافة لشيء خاص فينا، يعني في صار في كتير معارض، نعمل معارض لعرض منتجات هاي الأسر، بيصير العالم تتعرف من خلاله على هاي المنتجات، ونحن بنعرف يعني في فينا شغله خاصه انه نحن اذا تعودنا على منتج معين بنصير نطلبه كل سنه من نفس الشخص. صحيح. يعني انه مثلا بريف من الصياف لنفرض دبس الرمان، انه انت حبيت دبس الرمان من عند عائله معينه بصير تطلبيه بشكل كامل. فهي المعرض عطى فرصه كبيره لهدول المستفيدات انه ربطهم بالسوق، نتيجه انه هن متوزعين على قرى متباعده، فانه انوجدوا بمراكز مدن او انوجدوا باماكن معينه صار في تعرف من خلال تهلك على هدول. الشيء الثاني في عنا محلات تجارية داخل الأسواق المركزية، صار في دعم لهذا الموضوع، صار استجرار لهي المواد وعرضها داخل هاي المحلات. عم نحاول ندعم التسويق بشكل كبير مثل ما حكيت، من خلال المعارض، من خلال الأسواق التجارية، من خلال الشيء الأساسي هو توحيد المواصفة تبعهم، يعني نعطيهم ثقافة يقدروا يعرفوا شو هو معنى جودة المنتج وشو هو المنتج الأفضل تسويقا بالسوق، من ناحية الحجم العبوات، من ناحية الأمبلاج تبع العلبة، يعني من ناحية الأذواق المستهلك إذا فينا نحكي. نعم، بالختام ضمن المشاريع أيضا دعم القطن الوطني، الفطر مكتوب عندي القطن، دعم الفطر. خلينا نحكي الفطر كمان بده درجة حرارة محددة، ما بيطلع وين ما كان. خلينا نحكي نحن كيف نقدر منقدم هذا الدعم وهي الخبرة. تمام، هلا بشكل عام الفطر المتعارف عليه هو نوعين من الفطر، هو الفطر الابيض والفطر المحاري. الفطر المحاري هو اسهل التعامل معه كونه نحن عم نحكي على اسر ريفيه او سيدات، فهذا يمكن اكساره بالمنزل وممكن الاستفاده فيه بالمنزل، فنحن عم نقدم الدعم الفني لكيفيه استخدامه بالشكل الامثل وكيف المراه تقدر تتعامل معه وتقدر تطلع انتاج جيد جدا وتقدر تستهلك جزء وتبيع الفائض منه لتحقيق قيمه مضافه لهذا المنتج. طبعا. يعني في صعوبات دائما بتواجه اي مشروع الواحد عم يقوم فيه، شو هي اكثر الصعوبات اللي واجهتكم وقدرتوا انكم تتخطوها، او في منا بحاجه الى مساعده لحتى تقدروا انكم تتخطوها؟ حقيقه مثل ما حكيت ببدايه مداخلتي انه نحن نتيجه تضرر الريف عندنا حاجه كانت كبيره كثير، فالامكانيات نوعا ما مقارنه مع الحاجه لسه ما وصلوا لمرحله تلبيه كامل الاحتياجات، فهذا احد التحديات اللي عندنا بشكل كبير انه نقدر نحقق فائده لاكبر شريحه ممكنه. من الشيء الثاني من التحديات اللي واجهت مثل ما حكيت انه فكره العمل الجماعي، والحمد لله قدرنا نتجاوز هي المرحله ويصير في تناغم بهي الفكره. بموضوع التصنيع يلزم كمان مواضيع لها علاقه بمواضيع تامين الطاقه نوعا ما، من غاز من غيره بالله، فصاروا النساء يتاقلموا مع ظروف مثلا نقص الغاز بشيء معين، بالاستعاضه بالحطب، الاستعاضه بامور ثانيه بديله، فالامور بشكل عام من اذا فينا نقارن بين الهدف المرجو والهدف المحقق بنعتبر حالنا الحمد لله حققنا جزء كبير من الهدف المرجو. نعم، نحن كثير بدنا نتشكرك وشكرا لكل الجهات يلي عم تدعم المراه، وتحيه لكل السيدات يلي انتجوا يلي اثبتوا جدارتهم خلال السنوات الماضيه من الحرب. شكرا اكيد وشكركم كثير لك. اهلا وسهلا فيك. اما هلا ميسان فخلينا نروح لحلب، فبمشاركه كبيره اقيم بازار بمناسبه اقتراب عيد الأم بهدف دعم السيدات وتسويق أعمالهم. تضمن البازار قسم خاص بمشروع مول المبدعات يلي بيستهدف تطوير المنتجات للسيدات المشاركات بمختلف ظروفهم وحالاتهم. تفاصيل من تابعها مع مراسلنا بحلب مصطفى كوسا.
أقيم في فندق شهبة حلب بازارو عيد الأم بمشاركة كبيرة بهدف دعم السيدات وتسويق أعمالهم، حيث يحوي العديد من الأعمال اليدوية، وتضمن البازار قسما خاصا بمشروع مبدعات الذي يستهدف تطوير المنتجات للسيدات المشاركات بمختلف ظروفهم وحالتهم. خلق فرص أكثر للستات البيوت، للماهرات بدنا نقول ستات البيوت، من دعم لهم، تصريف منتجاتهم، تسويق لمنتجاتهم، المنتجات الموجودة عندك من المأكولات، ألبسة، إكسسوارات، كتب. مشروع مبدعات ينفذ بالتعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. هو بيستهدف تطوير وتحسين منتجات السيدات ضمن مدينة حلب. في عنا ضمن المشروع 30 سيدة مهاراتهم متنوعة ومختلفة بين التطريز، الخياطة، الإيتامين، الرسم على الزجاج، صناعة الخشب والنحاسيات. السيدات المشاركات أكدوا على سعادتهم بالبازار والمشاركة بأعمالهم اليدوية. شهد المعرض إقبالا كبيرا من السيدات الذين عبرن عن إعجابهن بالمعرض التي تمتاز أعماله بالجمال والإبداع. أنا مشتركة بأعمال يدوية خزران وشماع، ونزلت من طرطوس، حبيت أكون هون بمناسبة عيد الأم، وكتير حبيت هالمشاركة، في إقبال كتير حلو، وإن شاء الله يا رب يعجب الكل. وأكيد لقيت يعني آراء حلوة، وناس كانت سعيدة بهالشغل الحلو اليدوي. المعرض كتير حلو، بيضم كتير شغلات يدوية حلوة، وبنفس الوقت بيضم طلبات المرأة الحلبية، يعني ضم إيش طلباتها بتنوجد هون، ومع ذلك في إبداع، في تقنية بالشغل. تحمل هذه الفعاليات رسالة من المنظمين للسيدات في حلب بضرورة إبراز أعمالهم وقدرتهم على التميز والإبداع عبر هذه الأعمال التي تربط بين التراث والحضارة في حلب. للإخبارية السورية مصطفى كوسا، حلب. يعني كل هاي الأجواء من عيد المرأة وجاي عيد الأم كلها على فعاليات نسائية. نعم. أقامت لجنة سيدات الأعمال بالتعاون مع غرفة تجارة حمص معرضها الرابع، واللي تضمن مئات القطع الفنية والمشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية ونباتات الزينة والتحف والصمديات. تفاصيل مع مراسلتنا بحمص شيرين العلي. بمشاركة عشرات السيدات بحمص، أقامت لجنة سيدات الأعمال بالتعاون مع غرفة تجارة حمص معرضها الرابع، والذي تضمن مئات القطع الفنية والمشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية ونباتات الزينة والتحف والصمديات. اي سيده ممكن عندها منتج، عندها شيء ممكن هي تشتغل فيه، فنحن بنحاول نساعدها، تجي نعمل لها معرض، تجي تعرض، والتسويق والرعي بيكون لها، وهذا حافز يشجع لانه تتابع هالشغل هذا وهي السيده قاعده بالبيت. اعاده تدوير القطع، فنيات، جداريات، حرق على الخشب. حبيت شارك بالمعرض، هي ثالث مشاركه لإلي، وهذا كله شغل ايدي بالبيت، بالنسبه للتويتات والمعمول والطارت وكل الحلويات شرقية أو غربية. خطوة جديدة لألي، وإن شاء الله تكون كويسة، وتشجيع للصناعة السورية اليدوية. هذا كله شغل إيد، طبعاً الألعاب، شوكولا شغل الملموزين هون. يأتي المعرض في إطار النشاطات المتعددة التي تنفذها لجنة سيدات الأعمال بحمص، والذي يلقى إقبالاً ورواجاً من أهالي حمص في كل عام. مشاركي بأعمال يدوية، شغل إعادة تدوير لمواد تالفة، يعني أغلبيتها اكسسوارات، هاي طبعا يعني مواد يعني أنا بشكلها وبصممها. عندي السرمة، عندي الميلان، عندي الشك، عندي السنارة مع القماش، عندي الشك الليزر. هلا الحقيقة نحن كل سنة بننطر هالمعرض، نحن بننطر إبداعات السيدة السورية بالدرجة الأولى والحمصية بشكل خاص. يهدف المعرض إلى دعم جهود المرأة السورية التي أثبتت جدارتها بالعمل والإنتاج والإضاءة على منتجاتها والمساهمة في تسويقها. من معرض سيدات الأعمال الرابع في غرفة تجارة حمص، شيري، الإخبارية السورية.
وصلنا لفقرتنا التالية. فضمن الظروف يلي عم نعيشها من انتشار الفيروسات بالعالم، صارت الوقاية هي خير علاج، واليوم ممكن كتير الناس انه ياخذوا الاحتياطات المناسبة والتدابير لحتى يحموا حالهم من اي فيروس، ولكن عنا الاطفال هي عفوا هن الحلقة الاضعف يلي من الواجب انه نقدم لهم الحماية والتوعية اللازمة تجاه الامور الصحية والوقاية من الامراض الشائعة، وخاصة داخل المدارس والتجمعات الكبيرة. حتى نحكي اكثر بدنا نرحب بالسيدة ريما جحجاح اختصاصية تربية رياض اطفال. اهلا وسهلا فيكي، صباح الخير. صباحك صباح الخير. صباحك سيدة ريما. اليوم حضرتكم مسؤولين عن رياض الاطفال يلي هن بيكونوا بعمر صغير، قديش نحن مهم اليوم ناخذ تدابير لحتى نحمي اطفالنا من الفيروس، وكمان نبلش بهذا العمر الصغير نفهمهم ونوعيهم على اهميه النظافه. اكيد هذا الموضوع، نحن الطفل عندنا هو الاساس، موجود عندنا بالروضه، بس نحن ننطلق من بيئه البيت. دائما نحن بناكد على هذا الموضوع، ان هن نحن نكون ايد متشابكه مع بعض، نحن لحال ما بنقدر وهن لحالهم بالبيت ما بيقدروا. بس نحن التهويه مطلوبه من الام من الاب مننا نحن، ونكون ايدنا متشابكه مع بعض لحتى نعلم الطفل طريقه العنايه والصحه الذاتيه والصحه النفسيه ننتبه عليها هذا الموضوع. نعم ست ريما، يعني دائما نحب انه عم نحكي على انتشار الفيروسات بالعالم، دائما خلينا نحكي انه الطفل الصغير بالروضه دائما بضل مرشح او عم يعطس، بتحسي انه كل الشتويه ما بيخلص من المرض لانه عم يعطس. العدوى متداوله، العدوى دائما شغاله. خلينا نحكي اليوم نحن على فيروس مبلش فيه هو الرشح، وهيك كيف نحن بنعود الاولاد انه يعطسوا بالمحرمه، ادواتهم الخاصه يحافظوا على نظافتها ويحافظوا عليها اكثر بالبيت قد ما كانت الام يمكن عم توعي الولد، بالمدرسه غير اكيد. اكيد هلا نحن اول شيء بدنا نبتعد عن موضوع اسمه قلق او خوف. نحن دائما لما نعطي الامان لطفلنا ونعطيه الاطمئنان هذا شيء عابر. يعني انا ملاحظين احنا كلياتنا حتى بمجال الروضه عندنا انه في قلق دائما موجي كثير عام من الاهل، مشان الله انتبهوا الباب المسكات هالامور هي كلها. اول موضوع نحن ننتبه عليه انه نحن نعلم الطفل العنايه الذاتيه، وهذا منطلق فيها من الحياه العمليه. صحيح. فنحن هون بنعلم الطفل كيف يهتم بحاله، كيف يعتني بحاله. فعندنا وسائل وادوات موجوده عندنا انه نحن بنعلم الطفل كيف يغسل، كيف يستخدم هي الادوات اللي نحن مطلوب مننا موجوده. يعني هلا ممكن تقولي انه هذا الكل العالم تعرفه، بس هذا الطفل عمره صغير، هدول الاشياء جديده عليه، فهو ما بيعرف انه يستخدمها ولا بيعرف لشو استخدامها بالاساس. فهون نحن بنبلش عنا درس خاص هو المونتسوري العنايه الذاتيه، بنفوت معنا بتفوت المس لغرفه الاطفال تعرفهم على هدول الاشياء. ممكن نحن تقولي لي انه بهالعمر ايه بيعرف المحرمه، بس ما بيعرف لشو استخدامها، بيعرف انه هو بيمسح وبيزت. من اي عمر تقريبا؟ هلا نحن بنبلش هذا اللي يبلش يهتم بحاله ويكون واصلت له كل هالمعلومات عمر 5 سنين، بس نحن بنبلش مع طفل عمر 3 سنين. 3 سنين لما بتفوت المس على قاعة المونتسوري بتفوت مع الأطفال بيكون مع الأدوات. نحن دائما بيكون ضمن إطار محدد، بنفوت معنا صينية محطوط عليها محرمة، من حتى ممكن يكون معنا مجسمات محطوطة إنه عليها صور، أو يعني مجسم أو صورة لطفل عم يعطس، أو ممكن يكون عنا طفل مرضان موجود ممكن ناخده هو المثال ونعلمه طريقة استخدام المحرمة. يعني هي المحرمة شو استخدامها، وأهم شيء نحن نكون مهيئين له الوسائل الصح. نحن استخدم المحرمة وين بده يروح فيها؟ ليش استخدمها؟ استخدمها لحتى يسعل فيها ونحن ما نعدي غيرنا ونحافظ على حالنا. طيب هي المحرمة وين بده يروح فيها؟ بده يزتها؟ لا، نحن لازم نكون نأمن له مكان سلة مهملات يزت فيها، وبعدين دائما نأكد على موضوع انه نحن نفضيها فورا هي السلة. لهون الطفل بيصير يبلش يعتني بحاله. بداية اول دخوله للروضة هي القواعد لمدة شهر نبلش عم نعطيها، بعدين بتصير في سلاسل الطفل اعتادها، اعتاد يدق الباب لما يفوت مثل ما اعتاد يمسك المحرمة وقت يسعل، مثل ما اعتاد وقت يفوت على الحمام انه هو لازم يغسل ايديه. قديش مهم انه هون يصير في متابعه من المنزل، يعني دائما الاطفال بهذا العمر بيعتمدوا على اهلهم، يعني عطس بالمحرمه بيعطيها لامه صح بانه كبيها بطريقك. هذا اللي عم نحكي فيه. قديه هذا الموضوع انه لا لازم نعلمه انه حتى الماما ما لازم تنعدى. أكيد. ولازم انه نحن هلا انت القدوه. تمام. لما بدي يشوف الماما او البابا عم يزت
هي القصة أو يتركها على الطاولة، ونحن بسبب ظروف الحياة يعني ما مو عندنا هالعادات أو مثلا ما ننتبه لموضوع النظافة، لا موجود عندنا هذا الموضوع، بس هي الحياة الاجتماعية كوني حتى ماشي بالطريق خلص المحرمة الزيتية فالطفل شافك فأنت بتكوني قدوته. لما أنا بكون بالسيارة وبشيل المحرمة وبحطها بكيس ولما بنزل بكبها هون أنا علمت طفلي، ودائما الحوار مطلوب، نحن بنأكد عليها هي النقطة. لما أنت بتفهمي هذا الطفل الصغير هذا الكائن حتى أنت تحطي له بخياله هي لشو استخدامه ونحن شو صاير عنا، أهم شيء نحن ما نحكي قدامه عن المواضيع اللي صايرة هلأ، وهذا القلق والخوف بالنسبة للأطفال أنه تبوا في فيروس تبوا في خوف بموت هذا بيولد القلق والخوف عند الطفل. أهم شيء العادات السليمة، أكيد العادات السليمة أنا استخدمها صح لكون قدوته لهالطفل لحتى هو طفل بيقوم بعملية التقليد فهو بيقلدني، فأنا المطلوب مني أني أنا أشرح له هاي المحرمة لشو، والحوار دائما فات الطفل راح الحمام بتلاقيه كيد ركيد بده يلحق لأنه يكون عم يلعب لعبة بيترك كل شيء من إيده، يعني ما بيغسل، لا ماما تعا نرجع أنا وياك نفتح المغسلة نغسل نرد نسكر رد نرجع، دائما مطلوب الحوار من الأم أنه ماما ما نستخدم منشفي غير لإلنا، ماما ما تحط المحرمة غير لإلك أنت، بس تخلص منها تركها بالسلة المهملات. وأكيد نحن رح نكمل هذا الطريق، يعني الشيء اللي بلشيته الأم والأب بالبيت نحن أكيد حنكمله، بس نحن لازم نتشابك مع بعض. خلينا كمان نحكي على الألعاب والتلوين والأقلام اللي مستخدمة بالروضة، كثير كمان بيحطوا الأولاد بتمهم بيحطوها بتمهم، يمكن هي عادة هلأ هو الاستكشاف هذا نحن حكينا عنه، بيحطوا بتمهم مثلا نفكر شو بدنا نرسم نحط القلم بتمنا، حتى الألعاب المكعبات كلها كمان بيتم تداولها، تم عطس الولد فوقه كمان يعني مشكلة، هلأ هو عطس وعطاها لرفيقه أكيد، وغير انه عطس وعطاها لرفيقه تخانه هو رفيقه لانه رفيقه بده ياخده، يعني هي لا حركه لا اراديه بده تصير، بس نحن من نعود الطفل انه انت اول شيء بالنسبه للمعجون او بالنسبه للالوان نحن قدر المستطاع بنحاول ناخذ الاشياء السليمه اللي بتكون قريبه لطبيعه الطفل، فنحن دائما انا للطفل المعجون الصناعي ما بستخدمه نهائيا، فنحن بنعمل مثل اعاده تصنيع، فبنصنع المعجون من الطحين من شيء امن لحتى اذا الطفل حطه بتمه ما يصير في خوف من هالقصة، بس معرضين احنا للالوان، معرضين للالوان الملونه لحتى نلون هاي الماده الموجوده لنا، فنحن في اشياء ملوثه بدها تكون موجوده، كيف بدنا نحافظ عليها؟ اهم شيء نحن ما نخلي الطفل يلعب معجون بايده، ففي عندنا كفوف لاستخدام المره الواحده، هي التدابير هي عم نستخدمها ممكن كنا قبل ما كثير نسلطين عليها او مثلا انه خلص امور عاديه، لا هلا كثير هذا الموضوع، دائما في كفوف بس يخلص الطفل بده نشيلها ونكبها، في جواكيت عم نستخدمها مشان ما نلوث ثيابنا، التعقيم مطلوب هذا اهم شيء، هلا هون كثير داولوا تاتش موجود ونحن طلبنا تاتش ويكون موجود، بس التاتش ما في اكيد الاطباء بخبرونا هاي الموضوع المعلومه انه نسبة الكحول فيها كثير خفيفه، فنحن التدابير اللي مستخدمينها بالروضه نحن نستخدم الديتول المطهر عم نجيبه من الصيدليه عم نعقم كل شيء، بس شو هي الشغلات اللي بنعقمها؟ هي كثير انا بحب اكد عليها للام لحتى تكون نحن السلسله ماشيين عليها الخط نفسه، مسكات البواب الكراسي اللي قاعدين عليها، حتى حكيتي حضرتك بالنسبه للمكعبات هذا دائما بده ينغسل بالمي والصابون ويكون محطوط فيه نقطه مطهر يعني بقدر عبوه عم نحطه فيها ونغسلهم ونرد نعرضهم، بس انت ما فيكي كل ساعه تستخدميها، فنحن المسات الموجودين مع الاطفال دائما على الاقل مره بالاسبوع على الاقل مره بالاسبوع، يعني هلا على الاقل مرتين بالاسبوع او مرتين بالاسبوع انه يعني هي دعوه لكل الروضات ولكل المدارس بانه يهتموا فعلا هلا اكيد كله منطلق من هيك، يعني روضاتنا الحمد لله تشهد لها يعني بكل سوريا على هذا الموضوع انه الحمد لله نحن اطفالنا بنيتهم سليمه في الصحه اللي نحن بناكد لهم عليها حتى الصحه الغذائيه، هذا موضوع كثير ضروري، يعني بعد ما نحن بعدنا عن موضوع التعقيم وحكينا فيه في موضوع اهم هو موضوع الأكل كمان هذا لازم نهتم فيه، بس بالأول قبل ما نحكي عن الأكل بدي أسألك أنه نحن مندرب أطفالنا على موضوع النظافة وحتى ممكن يتابع هذا الموضوع بالروضات وبالمدارس وإلى آخره، لكن أحياناً هاي الحالة بتتحول لحالة وسواس قهري وبتنمو مع هذا الطفل وبيكبر فيها وبيصير هو تبع أنه كتبت بدي أمسك محرمة معطرة وأمسح إيدي هذا القلق عملت بدي هاي
شو سبب هذا الموضوع؟ تمام، بصير هيك كمان ما بقى عنده مقاومة للفيروس، فكيف فينا نحافظ على التوازن نحن بين هاي الحالتين؟ نحن بدنا نشوف الصحة النفسية الخاصة بالطفل، هو جواته بدنا نرجع للبيت، الأم المولدة، الأب المولد، هذا القلق، البيئة اللي عايشة فيه بدنا نتحاور معهم. هذا خطأ، لأنه الطفل نحن عم نأذيه نفسيا، يعني هو بده دائما، ما بقى همه هو يلعب ويستمتع. يعني هي هذا بيأثر على الصحة النفسية الخاصة فيه، ما عاد ينمو النمو الصح. فأنا هون عم ولد عنده القلق، عم ولد عنده الخوف والضعف، دائما في هذا الوسواس القهري، إنه أنا بركي لقيت هاي أنا مرضت. هو ما عاد يحاول حتى يمسكها، يستمتع ما عاد هون أثرنا على التعلم، ما نحن فكرنا هلا متوجه نحو التعلم عن طريق اللعب. كيف إذا ما لعب؟ فنحن أثرنا عليه من ناحية نفسية ومن ناحية جسدية. حتى الطفل يعني هو صارت إنه تأثير النفس الجسدي، ما عاد تفاعل معنا لا بالألعاب الرياضية، لا بقى تفاعل معنا بالألعاب الحسية، هذا كله أثر عليه نفسيا وجسديا. فالمطلوب الحوار وتخفيف من القلق ومن حدته، ونحن الحمد لله آمنين. يعني طالما نحن مستخدمين التدابير الوقائية الصح نحن آمنين، والوزارة عنا دائما بيبعثوا لنا كيف ننصح الأهل، بيبعثوا لنا التدابير الوقائية، دائما الحوار بيناتنا، حتى التواصل نحن على الواتس بيننا وبين الأهل ضمن المجموعات، مطلوب لكل طفل هيك ماما لو سمحتي. دائما أنا بذكرهم، يعني الأهالي هلأ دائما بماما ريما أنت يوميا يوميا يعني لازم هذا التذكير يومي. بعرف انه انتم قلقين على اطفالكم، وبعرف انه هن يعني هدفكم بهي الحياه لو وصولهم للمسار الصح، بس التذكير لا يمنع، وهذا واجبي. فانا بشكل يومي لو سمحتوا تذكير الطفل قبل ما ينام، حتى يغسل، حتى في اشياء لما الصبح بيجي بحكيها انا وياهم، نحن هيك عملنا ماما، نحن الصبح لما بنفيق كيف طريقه اكلنا، كيف طريقه كيف غسلنا، كيف صارت عندهم عادي. هذا الشيء بنساويه نحن اول شهر من الروضه، لا نتبع دروس الاحرف ولا نتبع اي شيء خاص بالتعليم، نحن بنتعلم الشيء الذاتي حتى بكل السنين نكون مرتاحين، لا بقى نتعرض لموضوع النظافي ولا موضوع فرش اسنان ولا انه نغسل ايديك بعد تطلع من الحمام ولا تدق الباب، هذا كله الشهر الاول بنستخدمه، لكن التكرار مطلوب. دائما دائما بتفوت المس، بتعرفي كيف علاقة المحببة بتصير بينها وبين أطفالها، فهيدا تذكير ماما اليوم نحن غسلنا، نحن فتنا على الحمام لازم نغسل، هي أنت طبعتيها بذاكرة الطفل، وماما عم تقلي إياها بالبيت، والمس اللي أنا بحبها هون عم تقلي إياها، فهو الطفل ما عاد ينسى هذا الموضوع. صحيح. بالختام خلينا نحكي على موضوع التغذية الصحيحة والأكلات يلي بتنبعث على الروضة مع الأولاد. كثير من لاقي أمهات بيبعتوا تشيبسات، بيبعتوا شوكولا، وبنفس الوقت في أمهات لا بيبعتوا حصة فواكه. صح. هي أكيد بتكون مغذية، ولكن في غيرة بيكون بين الأولاد. أكيد. خلينا نحكي بنقطتين أساسيين يلي هن شو هي أهم الوجبات يلي لازم تنبعت مع الأطفال. تاني شيء يلي هي أصلا بتحافظ على أو يعني ما بتخلي الفيروس يدخل بقلب الجسم. هلأ نحن نحكي بالممنوعات، وهذا قانون صارم لازم يكون. أوكي. ودائما الأهل لما أنت بتعودين على هذا النظام بدهم يعتادوا. أوكي. بداية ممكن يرفضوه لأنه الأهل معودين أطفالهم على أكل الشوكولاتة، أكل الشيبس، الدلال والغنج، هذا الدلال اللي حكينا فيه كتير. فأكيد أنا هلأ متخيلي كل أمهات اللي عم يشوفوني، خاصة اللي عندي، أنه عم يبتسموا لأنه بيعرفوا أنه في ممنوعات. ممنوع الشوكولاتة، الشيبس، العصير عندي بالروضة قولا واحدا. حتى لو طفل جايب وجبة الشوكولا فقط جايبها وما في غيرها، لا منضبها بعلبة الطعام. مثلا الماما ما في عندها بالبيت لا لبني لا جبني لا شيء، ما في غير الشوكولا مضطرة أن تبعتها، لا نحن منضبها ونحن منتصرف في هذا الموضوع، والطفل بيروح وآكل وجبته. بس المهم تعتاد مرة تنتين ثلاثة ما عاد تنبعد، والطفل بيعرف أنه في مساوئ. نحن بحصة المونتسوري بناخذ موضوع الهرم الغذائي، فنحن موجودة هي الشجرة، أكيد نحن كلياتنا أخذناها بكتب العلوم وظلت معنا وامتدت وتوسعنا فيها. نعلم الطفل كيف بده يشرب الحليب، ليش بده يشرب الحليب؟ طب انت وضحي لي ليش؟ انت بتشرب الحليب لحتى انا اقويك، لحتى العضلات، لعظامك، لاي شيء لتنمو انت النمو الصح. طب ليش انت رافضه اني اشرب هذا العصير الموجود بالاناني؟ لانه في ملونات، هي الملونات هي بتاذيك. طيب انا ليش بدي اكل هذا الطعام الشوكولا؟ ليش انت رافضتي الشوكولا؟ هو بيأذيك، فانا بدي ناكل الاكل الصحي. طبعا عندنا امهات الحمد لله الطعام اللي بيبعثوا لنا اياه كان بالنسبه للفواكه للخضروات، هن بدهم البناء السليم للطفل، يعني بتعوض السكريات الصناعيه بالسكريات الطبيعيه. طبعاً. وهذا أهم.
المهم نحن نبتعد عن اي شيء مكشوف. نعم. هي بس نحن الوعي موجود عندنا، يعني هذا الموضوع ما نقلق وما نخوف. بس في نقطه صغيره، ممكن في عندنا طفل بالروضه ما يسمع مننا او ما يرد هذا الموضوع بسبب انه هو طفل عنيد. نحن بنوكله المهمه. انا حبيت اكد عليها هي النقطه لانه كثير واجهتنا وكثير عانينا منها بالبيت وبالروضه. فالطفل العنيد بنوكله المهمه انه انت تحكي مع رفقاتك وتنصحهم، واللي شايف معه شيء خطا قلنا عليه، فهو هون بيصير عقيد المجموعه. يعني شكرا كثير للمعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وفعلا نتمنى من كل الامهات انه يتساعدوا مع الانسات بروضاتهم كلياتها لحتى يقدروا يوصلوا لهي النظافه الشخصيه وتصير عاده سليمه وصحيه موجودة عند الطفل. شكرا كثير لك سيدة ريما. شكرا كثير لك ماما ريما يلي دائما بتعطينا شغلات حلوه وبتهتم بالاهل وبالاطفال لحتى دائما جيلنا يكون هذا الجيل الواعي المحمي والمثقف. شكرا كثير لك. شكرا لكم لانه انتم بتهتموا بهي النقاط وبتلفتوا لنا نظرنا لك. يعطيكم الف عافيه لك ولكل الفريق الموجود معك. شكرا كثير. يسعد صباحكم. لا رح ننتقل لحما حيث افتتح بدار الاسد للثقافه والفنون معرض لنتاج ريشة ووتر، ورشة هي ورشة عمل على ضفاف العاصي اللي أقامتها مديرية الثقافة بحماة بالتعاون مع مركز سهيل الأحدب للفن التشكيلي. التفاصيل مع مراسلنا بحماة علي شحود. في مزج جميل لتجارب أجيال من المبدعين في مجال الفن التشكيلي، افتتح في دار الأسد للثقافة والفنون بحماة معرض لنتاج ورشة عمل ريشة ووتر على ضفاف العاصي التي أقامتها مديرية الثقافة بحماة بالتعاون مع مركز سهيل الأحدب للفن التشكيلي. هذا المعرض تم التحضير له خلال الورشة التي أقامتها مديرية الثقافة في نهاية العام الماضي ضمن مهرجان ريشة ووتر على ضفاف العاصي، وقد استضافت مديرية الثقافة نخبة من فناني حماة الذين تعودنا على تجاربهم. من خلال هذه التجارب التي تجسد معظم مدارس الفن التشكيلي التي يعرفها مرتادو هذا الفن الجميل. طبعا الفنانين المشاركين عددهم 23، 15 فنان شاب و15 من الفنانين و8 من الفنانين الكبار. كانت حالة جميلة، تمازج خبرات بين الفنانين الكبار وفنانين الجيل الشباب. هي كانت أعمال زيتية تجاوزت 60 عمل. بالنسبة لشغلي أنا بشتغل يعني شيء له علاقة بالتعبير، يعني بالجسد الإنساني، له علاقة بالأمكنة، بذاكرة الأشياء. عم حاول انفرد تشكيل، يعني ان شاء الله نكون حققنا هيك شيء حلو. مشاركه بلوحتين انا بمدرسه انطباعيه بتكنيك جديد بعد، والوان يعني هيك الحمد لله، يعني فرحه بعد هيك 8 سنين تعب وعذاب. كل شيء بالمعرض انا كثير حلو، الاساتذه كثير يعني احنا جينا لنتعلم منهم، والذ شيء احلى شيء بالمعرض انه كيف التمازج بين انه الاساتذه الكبار والطلاب. اللوحات المعروضة مثلت مدارس الفن التشكيلي المتنوعة، وقدمت حالة إبداعية ورؤية بصرية جديدة للفنانين المشاركين، ونالت إعجاب مرتادي المعرض. للأخبارية السورية علي شحود حما. يعني وصلنا لفقرة كلنا عم نتساءل وعنا تساؤلات كثيرة. تطبيق وزارة الاتصالات والتقنية واليوم بسوريا آلية جديدة لتقديم خدمات الانترنت الثابت، حيث ستسهم هي الآلية بالتخفيف من الاستهلاك الاستخدام وتحويل خدمة الانترنت إلى باقات. فشو هي مدى الفائدة من هذا التقنين، وكيف فينا نحن نستخدمه بالطريقة المناسبة، وكيف فينا نحافظ على الباقات ونستهلك باقاتنا الجديدة تحت كنترول صح، بحيث ما تتأثر مع المستهلك؟ رح نحكي بهاي التفاصيل ونطلع أكثر ونتعرف أكثر مع المهندس طارق دغمة. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك. يسعد صباحك. هلا أنا من الأشخاص اللي أول ما قريت يمكن ليا آلية التقنين ما فهمتها، فهون يمكن نص العالم صار عندهم سؤال انه شو هي آلية التقنين الجديدة وعلى شو بتعتمد؟ دائما هي الأسئلة، فخلينا نشرح للعالم ببساطة شو هي الآلية. تمام. صباح الخير اول شيء للسادة المشاهدين. هلا اول شيء بتخيل اغلب الناس قرأت تفاصيل القرار على الانترنت، فهو ما انه شيء غامض،
هو شيء صارت الناس اغلبها تعرفه. اللي صار انه الانترنت ما عاد فري، داونلود ابلود ما عاد فري، فهو صار محدد بكميه قليله من الاستخدام. هلا تم تحديد السرعات، كل سرعه لها كميه مناسبه للاستخدام. هلا هي مناسبه مناسبه، هذا بيعود لكل شخص، اكيد انا ما بحكي عن حالي، انا بالنسبه لي ما غير كافيه ممكن تكون. السرعة 512 كان عندك داتا حوالي 30 جيجا فقط للاستخدام. سرعة 1 ميجا خط اشتراك 1 ميجا عندك استخدام حوالي 50 جيجا، وسرعة خط 2 ميجا عندك داونلود وابلود حوالي 85 ميجا. طبعا هاي نحن عم نحكي على الخطوط الـ ADSL، اهم ما يمكن هو اللي بيهم الاخوه المشاهدين يلي بتكون فيها، عفوا من حضرتك، يلي بتكون فيها السرعه مثل ما انا موجوده هي حسب الباقه، حسب اشتراكك انت حسب الاساسي، حسب اشتراك الواحد الاساسي. تمام. اللي صار كيف اشتراكات خطوط ال 3G وال 4G بالانترنت هي عباره عن باقات، اكيد. فاللي صار انه الاي دي اس ال حولوه لباقات من اجل استهلاك المفرط للانترنت. يعني كان في، طبعا هذا الراي عم بحكيه هو راي شخصي لا يتحمل، مو راي مؤسسي. فبسبب ارتفاع الاسعار انخفاض قيمه العمله، فعندك حل من اثنين، كان يا اما زياده الاسعار بشكل كبير او يلتغي، او انا ممكن اعمل شرائح يلي بده يستهلك اضافي هو اللي بيدفع. فهي صح ممكن تكون الباقه، انا طبعا برجع بعيد، هي برايي هي ممكن تكون غير كافيه هي الباقات للاستخدام لكل الافراد، او مثل ما احنا ما متعودين عم نستهلك الانترنت. بس بتضل عندك هون، بيجي عندك الحل افضل ما يكون الغلاء للكل. فانا لا، انا شو بستهلك شيء بشيء اضافي، استهلك اضافي ممكن ادفع عليه الباقات. يعني مثلا احنا حكينا انه عندي استهلاك الباقات ممكن يوصل مثلا بخط الاربع ميجا كمان لل 140 جيجا. فبالنهايه اكيد المتعود يستهلك انترنت من الصبح للمساء بشكل متواصل ما حتكفي هي الباقات. فطرحوا هن حاطين انه في طرح لباقات جديده او بطاقات انت بتشتريها بس يخلص استهلاكك او رصيدك. طبعا بالاضافه للفكره انه هو ما حيتم قطع الاتصال بالانترنت لما تنتهي الباقه، مثل خطوط الانترنت العادي 3G راح يخف السرعه. الاشتراكات اللي هي 512 1 و2 راح تنزل لل 256 كيلو. هلا بس يخف، شو المواطن بيعمل او كيف بيعرف انه خف؟ بتشتغلي طبعا هو في على الموقع بتقل السرعه تماما. ليه ما منزل الابلكيشن تبع الاتصالات؟ لو مو منزله بتخف عنده السرعه كثير، ببين معه، خلص ببين معه انه خفت. يعني عندك 512 اشتراك الخط 1 و2 تنزل فيهم السرعه ل 256، يعني هن يا دوب كافيين يشغلوا لك فيديو بدقه 144 اللي هو اضعف دقه فيديو. شو بنعمل هون؟ عندك حاليا بتضلي على هي السرعه، استهلاك ضعيف للانترنت، او بتشحني بالباقات اللي هن رح يطرحوها. الباقات تمام طرحت، تمام الباقات لسه، لان لسه الاليه ما طبقت لسه اول شهر. فالباقات اللي مطروحه بالسوق، يعني هن عندك حوالي 10 باقات مطروحين، عندك تتراوح الاسعار من عندك 5 جيجا سعرها 300 ليره. بتزيد كثير الاسعار؟ لا، هل هي اسعار يعني الباقات؟ يعني اذا ما حافظنا على هي الباقه يلي هي عنا اياها بالبيت، اذا اشترينا الثانيه بيرجع نفس سرعه الانترنت وبتستهلك الباقه اللي انت دافعتيها. يعني مثلا 5 جيجا سعرها 300 ليره، اذا انت عندك استهلاك ضعيف او باقي لك يوم او يومين بالشهر ممكن تشتري باقة 5 جيجا. ممكن يوصل عندك باقات لل 100 جيجا و 200 جيجا، ال 200 جيجا بيوصل سعرها 6000 ليره. اوكي. 200 جيجا فهي اكيد كافي ال 200 جيجا، فهي كانت حل بديل اللي عنده قدره يضبط استهلاكه ضمن هذا الرينج ما بيدفع شيء زياده. واكثر المتضررين كان بهذا الموضوع هن المحلات التجاريه، محلات الكافينات، واللي عندهم شغل، الشركات الكبرى اللي عندها شغل بشكل متواصل على الانترنت. أو الأشخاص اللي بتابعوا موفي كتير. صحيح. هلأ السؤال هون، بما أنك ذكرت حضرتك أنه أكتر شيء المحلات التجارية، المطاعم، الأماكن العامة اللي في أماكن معينة فاتحين هن فيها الواي فاي عندهم بشكل كبير، هون كيف بيصير التعامل معهم؟ ليش ما قالهم إنترنت مخصص فيهم؟ ليش يعاملوا كمعاملة الخط المنزلي يعني؟ تمام. هلأ هو المفروض يكون في شيء إنترنت تجاري وإنترنت منزلي. المفروض تكون ضريبة الانترنت التجاري اعلى من المنزلي واسعاره اعلى من المنزلي. هلا اللي صار انه هني لا، انا راح اترك الانترنت بنفس التسعيره للكل، واللي بده يستهلك اضافي مثل عنده كافينات بيضطر يشتري الباقات ويشحن بشكل اضافي. يعني مثل ما حكينا اللي عنده كافينات ما راح تصير لهم يعني باقات، يعني ما راح يصير لهم خط تجاري، ما راح يتم هذا المشروع بشكل لا هذا عام. هلا انا ما عندي فكره باتصالات شو قرارات، تمام اكيد، بس انا عم بحكي هي الاسعار هي هيك ستاندر، هيك ستاندر. الباقات او الخطوط السرعات هي ستاندر، ما في شيء انه تجاري ومنزلي. في طبعا
في شيء ثاني هو موضوع الاف اف تي بي والاف اف الاف تي تي اتش. طبعا هدول الفايبر هدول اسعارهم بتختلف شوي عن موضوع الاسعار الاي دي اس ال اللي هو بهم الاخوه المواطنين. نعم، هلا نحن حكينا كيف الطرق وشو هي الخطط البديله. طب المواطنين خلينا نشرح لهم، هن تضرروا من هذا القرار او هن رح ياثر هذا الشيء عليهم؟ هلا هو بالاخير اكيد اي انسان بحب يكون عنده انترنت مجاني كل الوقت، فاكيد اي انسان بتحددي له ليميت باي موضوع سواء كان موضوع الاتصالات او موضوع بنزين او موضوع اي موضوع ثاني، يعني في ليميت محدد، فالانسان رح يحس اول شيء بيضوج. فهني عندهم هذا الاوبشن اللي حكينا عنه، انا بحط هيدا الكميه بهذا السعر، يلي حاب يستهلك اكثر بيدفع، يعني هاي كان الاوبشن بدل اني انا مزيد برفع الاسعار كلها. طيب الناس بتسأل انه نحن كيف بنقدر نحافظ على هاي الباقات قدر المستطاع، بما انه نحن بنضل مثلا الفيديوز على الفيسبوك قديش استهلاكهم قوي، مثلا الناس ما بتعرف انه شو الشيء اللي بيستهلك. في ناس ما بتحضر موفيز يمكن ليا، بس استهلاكها كبير يعني على الانترنت. هلا الموفي ما بنقصد فيها فقط افلام ومسلسلات، تماما. انت لما تصفحي الفيسبوك حاله طبيعيه بيشتغلوا لحالهم الموفي، انت دائما حاطين، نحن لما نشبك من وايرلس كله اوتو 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 بشكل اوتو. فانت لما تصفحي، يعني انا دائما بحط عداد عندي براقب فيه استهلاك بياناتي، لان انا غالبا استهلاكي على خطي. فانا مجرد تصفح مدة ساعة أو ساعتين مع فيديو عم يشتغل بشكل أوتو، تقريبا عم يستهلك معي نص جيجا. فهو كمية كتير كبيرة. يعني بالأخير أكثر استهلاك للإنترنت هو الفيديو. يعني هي قولا واحدا الفيديو، ممكن إنستغرام فيسبوك. فأنا الشيء اللي ممكن أعمله مبدئيا لحتى حاول أني شوي قنن الباقة أو حاول أنه تكفيني، فالشيء اللي ممكن أعمله أني أوقف موضوع الأوتو بلاي، تشغيل التلقائي. الشيء الثاني اللي ممكن أعمله على موبايلي، خفض الدقة اللي أنا عم شوف فيها الفيديو. يعني بينما أنا عندي، نفطر خلينا نحكي على باقة الواحد ميجا، سرعة الخط الواحد ميجا، الواحد ميجا فيه 50 جيجا استهلاك. لما أنا شوف الفيديو بدقة 480 بكفيني حوالي 70 ساعة فيديو يوتيوب بدقة 480. لما أشوفها بدقة 360 بكفيني حوالي 150 ساعة. لما أشوفها بدقة 242 هون تقريبا بتوصل معي ستة حوالي 300 ساعة فيديو. فأنا اللي فيني أعمله إني أنا ماني مضطر شوف الفيديو بـ HD أو ما عندي هلأ إمكانية، ما عندنا إمكانية نحن جعبا نفسها إمكانية. فأنا بحاول إني على شاشة الموبايل إنه 244 أوكي، يعني هي سرعة بالنهاية هي دقة مقبولة، فهذا أكتر شيء فيني سويه. الشغلة الثانية فيني سويها الأساسية، أنا بوقف الأبديت على موبايلي. هي الكارثة اللي اسمه أبديت لكل الناس. تماما. ليش؟ لأنه الابليكيشن والشركات عندها أبديت بشكل مستمر. فنحن مثل ما متعودين نشبك الأبديت بشكل دائم، ما صار في أبديت بيعمل أبديت. تمام. فأنا بوق بعمل إيقاف للأبديت. أنا ممكن خصص إني كل شهر بفتح بعمل أبديت للبرامج كلها، بدل إنه كل ما يوم يعمل أبديت لكل البرامج. نعم. هلا عم يخبروني معنا أقل من دقيقة، خلينا نحكي عن الشركات. نحن مثلاً هون بالإخبارية أغلب شغلنا على الإنترنت، وحتى المؤسسات كلها تعرف هلا صار كله التواصل وكل شيء على الإنترنت. تمام. فخلينا نحكي شو هي الإجراءات يلي رح تتخذ من لحتى هالشركات الكبيرة أو المؤسسات هي تقدر تقدم خدماتها من الانترنت. هلا انا بدي اسالكم انتم شو بدكم تساووا بالاخباريه؟ هلا ما بنعرف. تمام. هلا اغلب الشركات عملت شوي تخفيض للاستهلاك الانترنت للموظفين، قيدت الاجهزه الموصوله عليها انترنت. بس مثل ما حكينا لما يخلص الاستهلاك الفايبر او مو في اشتراك بباقات اللي هي ما انا مكلفه جدا بالنسبه للشركات، يعني صار 6000 او 3000 بالنسبة لشركة أو مؤسسة هو مانو مكلف، وهي باقة كتير حجمها كبير 200 جيجا ممكن يحتاج بشكل إضافي. هو بالأخير صحيح في تكلفة إضافية على الإنترنت. نحن رح ننطر الحلول البديلة يلي إسا ما صدرت لهلا، أو تشريج الباقات الجديدة. تمام. مثل ما قلت ذكرت لهلا إسا ما طلعت، رح نستناها. شكرا كتير لألك. أهلا وسهلا. شكرا كثير لك، تعودنا على التقنين نحن ليا بكل شيء يمكن صرنا متعودين. شكرا كثير لك. مع العلم انه صاروا يجيبوا الكهرباء ساعه زياده. لا الحمد لله. نعم بنحس غير على الربيع بس خصموها من الانترنت ما عادي. اما هلا صار وقت انه ننتقل لغرفه الاخبار لنتعرف على اخر الاخبار على الساحه السياسيه العربيه والعالميه مع زميلتنا ليمونة صالح. يسعد صباحك ليمونة. صباح الخير ميسان، صباح الخير لك ايضا ليا. إذا مشاهدينا موجز بعد هذا الفاصل.
ثم صباحا أكد مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين قال أن بعض الدول تستمر في مساعيها لتحويل المجلس إلى منصة للاستهداف السياسي بطريقة تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة. وقال السفير ألا خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الحالة في سوريا هي الحالة الوحيدة التي يتكرر تناولها في كل دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان، وهذا هو النموذج الأوضح للتسييس المفرط في عمل المجلس. أدان عدد من النواب التونسيين السابقين العدوان التركي على سوريا مؤكدين أن وجود قوات النظام التركي في أجزاء من أراضيها احتلال. وأعرب النواب في بيان لهم وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عن دعمهم ومساندتهم لسوريا في تصديها للعدوان التركي ومحاربتها الإرهاب حتى تحرير كل أراضيها. كما أدان النواب السابقون الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية مؤكدين دعمهم لجهود المقاومة في تحرير كل الأراضي العربية المحتلة. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيا خلال اقتحامها مدن وبلدات في القدس المحتلة ورام الله ونابلس وقلقيدية. كما أعلنت سلطات الاحتلال عن مخطط استيطاني جديد شرقي مدينة القدس المحتلة يهدف إلى شق طريق للفصل العنصري بين الفلسطينيين والمستوطنين وقطع التواصل الجغرافي بين المدن والبلدات الفلسطينية. إلى خبرنا الأخير، حيث أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان السعودي في سماء منطقة الفازة بمديرية التحيتة بمحافظة الحديدة أثناء قيامها بأعمال عدائية. كما سيطر الجيش اليمني على منطقتي المهاشمة والسليلية في مديرية الخب والشغف بل الشعف بمحافظة الجوف، وحقق تقدما كبيرا برغم الغارات المكثفة لطائرات العدوان السعودي. انتهى الموجز مشاهدينا، أما هلا معكم وبرفقتكم بنرجع لصبايا صباحنا غير لمتابعة باقي فقرات هذا البرنامج. إذن رجعنا لكم صبايا. شكرا لك ليمونة، رجعنا لنكمل فقراتنا الصباحية وفقرتنا الأخيرة طبية وبتهم كثير من العالم. ليا فقرتنا الأخيرة لليوم رح نحكي فيها عن الالتهابات الجلدية، وهي حالة شائعة للعديد من الناس وإلى العديد من الأسباب والأنواع. كيف فينا نحن نحمي حالنا من أي تحسسات؟ وهلأ على تغيير الطقس أيضا الجلد بيتحسس، رح نحكي عن التحسسات بأشكالها وبأنواعها مع الدكتور هايك سيربيان. صباح الخير دكتور. صباح النور. أهلا صباحك دكتور. دائما المشاكل الجلدية بتعمل للعالم يعني ما بتفهم العالم بحساسية ستريس حساسية أو التهاب، شو النوع ما حدا ممكن يقدر يعرفها. بالنهاية الجلد هو واجهة. صحيح. كيف نحن بنقدر نعرف الالتهابات الجلدية ونميزها عن التحسسات الجلدية؟ الالتهابات كلمة عامة، يعني نحن وقت نقول التهابات في عنا أسباب كتير، في عنا جراثيم كتير، في عنا أمراض كتير التهابية في أشكال مختلفة. إلى حب الشباب شكل من أشكال الالتهابات الجلدية، مسؤول عنا أحد الجراثيم. التهاب الأجهزة الشعرية هي شائعة كتير هلأ عم نشوفها نتيجة استعمال مواد الجل، مثبتات الشعر، مستحضرات الشعر الغير مكفولة أحيانا، أو استعمال مستحضرات أو فراشة شعر مثلا متكررة عند الحلاقين. ممكن تعملنا التهابات كثير بالفروه، بتعملنا التهاب اجربي شعريه، وهي من الحالات المعدي شوي يعني طبعا. لانه هن الناس بتفكر انه طلعت لها حبه حبتين ممكن علاجها يروح شهور. في اصابات مثلا مزعجه لبعض المرضى، مثلا داء الدمامه اللي هي بتشوفوها حبه بتكبر بيطلع منها قيح، بعض الناس بتمرق معهم عابره نتيجه
مثلا جرح او نتيجه خدش بصير عندهم هذا الالتهاب، وبعض الناس تزمن عندهم وتعلق عليهم سنين، وللاسف بتصير مزعجه كثير بالنسبه للمريض، بالنسبه لتموضعه، بالنسبه للالم تبعه. في اشكال كثير للالتهابات الجلديه الحقيقه، اشكالها كثير ومزعجه اغلبيتها يعني، وما بالضروره تكون هي علاجها مثل علاج الالتهابات العاديه. مثلا نحن اليوم بقولوا واحد التهاب لوزاته بياخذ دواء التهاب بيطيب بعشرة أيام، بيطيب بأسبوع، بيطيب بأسبوعين، بس في النهاية بيخلص. الجلدية الحقيقة بتطول يعني، نادراً لتكون أو ما نادراً الحقيقة، بس أنه قليل لتكون هي عابرة. كتير حالات أو الأكثر شيوعاً هي الحالات اللي بتعلق. نعم. يعني مثلاً التهاب الأجرب الشعري مثلاً إذا صاب الشعر ممكن يروح علاجة 3-4 شهور. ومزعج كتير، وممكن تترك آثار ندبية ضمورية بالمنطقة تسبب تساقط شعر دائم، يعني من نقاط بتفرغ الشعر منها. مؤلمة. عندنا مثلا التهابات الدمامل إذا تموضعت بعض الناس بمقعدهم مثلا بتصير محرجة لهم، مؤلمة كتير بالقعدة، مؤلمة بالحركة، ممكن تأثر على الحركة. بعض الناس مثلا عادات مثلا منشيل تحت الباط بالشفرة كتير عم بيراجعونا بشيء، بصير شيء اسمه عروسة قبط، اللي هو شكل من أشكال التهابات الجلدية لحالة أو لسلوك شائعة كتير بمجتمعنا، أنه أنا بشيل تحت شعر باطي بسبب شفرة، ممكن هاي الشفرة تكون من جرثمة وتسبب لنا مشاكل وبتعملنا التهاب عقد بالمنطقة ومؤلمة كتير وبترفع الحرارة أحيانا. نعم دكتور، خلينا نحكي بنقطة كتير مهمة، يعني هلأ مع انتشار الفيروسات وعم نشوف الناس ماسكين الكحول وبيحطوه على إيديهم وأحيانا على وشهم، خلينا نحكي عن هاي النقطة، احيانا بتسبب حساسيه، بتنشف هي اكبر غلطه على بتنشف الجلد. يعني هلا عم نشوف كثير ناس جلدهم عم يقشر، عم يتحسس، وعم بيسبب يمكن امراض حساسيه مرافقه لهذا الشيء. خلينا نحكي عن خطوره الكحول. خطورتها عزيزتي، ما لموضوع خطوره، احنا نحكي بالمجمل. السوشيال ميديا اليوم ساءت لنا كثير، يعني اليوم اللي عم بيموت بالانفلونزا العاديه سنويا 700-800 الف واحد بالسنه، اليوم مجموعه اللي ماتوا بالكورونا كلهم كم واحد؟ 4,000 10,000. عم نحكي عن 700,000 الانفلونزا العادية بالقريب العادي اللي احنا صرنا عايشين. ما بس ما انا بتذكر في احد السنوات من شي تقريبا 15 او 18 سنة انا بتذكر في مشافي حمص توفى 23 واحد. صح. بالقريب العادي عندي اصدقاء خسرتهم بالقريب العادي. يعني اليوم ما موضوعنا اليوم نقعد نعيش الوهم كورونا، ما بسمع غير الناس كورونا. من كام يوم مثلا بطلع مع حدا بتلاقيه قاعد نازل عم بحط له سبيرتو وتاتش. طب اوكي والنفس؟ طب فيني انا اركب كمامي واقضيها على سبيرتو وتاتش وكذا؟ يا جماعه صار الموضوع هوس والله. عزلوا ايران، عزلوا اخي، شو دخلني فيهم؟ يعني هاي نقطه. بعدين شو عزلوا؟ حتى الدول اليوم مشت بالبروباغندا، يعني هي مضخمين القصه اكبر من حدها. هو بالنهايه شكل من اشكال الجريب قد يكون قاتل عند مضاعفي المناعه، بس الجريب العادي كمان قاتل عند مضاعفي المناعه. يعني ما نو موضوع سليم. موضوع نتعاطى اليوم بالمطهرات له سيئتين. اولا اغلب المطهرات اليوم هي مخرش للجلد، يعني الصوابين اليوم المطهره، المستحضرات المطهره هي مخرشه للجلد، ما شيء امن. المستحضرات الكحوليه بتشيل الطبقه السطحيه اللي بسموها الطبقه الزهميه اللي هي بتحمي الجلد وبتعطيه نضارته، بتعطيه رونقه، بتعطيه شكل من اشكال الحمايه تبع الجلد. نحن عم نجي بنزيلها بعد فتره عم نعاني من مشاكل بالجلد اكثر. الشغله الثانيه، وقت بنقول هذا مطهر يقضي على كذا من الجراثيم، حددنا اي نوع جراثيم؟ ما اليوم الانسان في عنده زمره جرثوميه طبيعيه امنه وهي سليمه او بنسميها ايجابيه. هاي الزمره الجرثوميه مسؤوله عن توازن الجلد، مسؤوله عن البي اش تبعه. اليوم وقت بنجي بنلغيها فنحن عم نهيئ الجلد لمشكل لاحق. اليوم اغلبيه ادويه الالتهاب وقت بناخذهم في ناس كثير بعد فتره من استعمالهم بصير عندهم مشاكل هضميه ثانيه، اسهال مثلا، بصير عندهم فطور هضمي، بصير عندهم فطور نسائي. يعني اليوم بنجي بنتدخل اليوم ببعض الصادات، ما في صاد اليوم ما من وراه خساره، فوقت بنلجا للصادات بنرجع لكورسات. انا بفضل اعطيها بكورس عالي وفتره قصيره، لانه اليوم القضاء على هاي الزمره لفتره طويله بده يعمل لنا اضطراب فيزيولوجي بالجسم. نحن جسمنا مبني على هاي الزمر الجرثوميه الامنه الموجوده عندنا. احد الابحاث قام فيه احد الاطباء اللي انا بعرفهم ومعروف كثير الزلمه مشكورا، يعني هو حتى يوم من الايام معانا لهي الفكره، هي المعالجات اللي برا اللي بلشت بالميكروبيوم اللي هي كيف تعرجب الجرثوم نفسه. انه جسمنا هو عباره عن مستعمره جرثوميه، وهي المستعمره تحتوي علاج مناعي مثل بيقولوا. تمام، ما بس مناعي، هي علاج توازن. نعم.
توازن مناعي، التوازن انه انا اليوم ما في عندي شيء اسمه جرثوم سلبي الا اذا كان عندي تراجع بالجرثوم الايجابي او جراثيم الايجابيه. فعمليا لازم يكون في توازن. انا وقت بيجي بستعمل اليوم الصادات بشكل عشوائي، المطهرات بشكل عشوائي، انا عم بقضي على زمره قد تكون الى دور فعال بحياتنا وبتوازن جسمنا وبمناعتنا. طيب دكتور، وقت بيصير عندنا تخريش الجلد نتيجه فعلا هي الاستخدامات الخاطئه، الصوابين، مطهرات، انواع كثيره، يعني كيف الواحد بيقدر بده يرجع للعلاج؟ هلا للعلاج، العلاج اول شغله اللي احنا مفترض نستعمل مطهرات عند لزومه اولا وباعتدال وبدون ما نفوت بهاي البروباغندا تبع انه طلع على الصفحه كذا عم بيقولوا كذا، هذا الحكي ما بيجوز نلحقه. في داعي للاستعمال بنستعمله، ما في داعي للاستعمال من بعد عنه. المي والصابون البسيطات، حتى الصابون ما لازم يكون مخرش كتير، صابون سائل قد يكون أقل تخريشا من الصابون العادي. ظهرة الإصابة كان فيها جفاف، كان فيها كذا، نبلش بالمرطبات العادية، الفازلين، الكريمات اللي ممكن تكون زيوت مثلا مثل زيت جونسون او اي زيت مثلا تجاري ممكن نستعمله يحتوي على البارافين. هلا هاي بالطريقه التدبير البسيطه. قلت جدي بزيت الزيتون كويس. زيت الزيتون هو احسن شيء على فكره، نسبه الجليسيريدات تبعه مرتفعه جدا، لكن ممكن بعض الناس تتضايق من صواغه او من ريحته، يعني هيك حكينا شوي بشغلات ممكن تكون حياتيا اسهل. لقينا الموضوع استدرك بايقاف الشيء اللي عم بخرشنا وبترطيب بسيط، وهذا إذا لحقنا حالنا بالأول قد يكون كافي. غير هيك لازبط من مراجعة الطبيب لاستدراك الوضع. بعض الحالات تتطور لتحسس أو إكزيما شاملي، يعني بعض الحالات قد تكون تخريش عام وبتطلب علاج داخلي مثل ما هو بيطلب علاج خارجي، فلا يمكن للإنسان أنه يقضيها من عنده. أحد الأخطاء المنقوم فيها، أنا والله صار عندي شوية أشب ما بيطيب، فوت على الصيدلي بعطيني هالكريم مش حال بيعطيه حي الله كريم، بيجيني المريض مستعمل كل أنواع الكريمات ومخبص لشبعان، واحيانا بيوقعوا بمشاكل انه بيستعملوا الكريمات لفتره طويله ممكن تكون انعكاساتها على الجلد بتصير بقى التهابات، بتصير بتبطل تحسسات، التهابات، ضمور جلد، ترققات، مشاكل تانية، تطور فطري احيانا شاذ. يعني احنا التعامل مع الامراض الجلديه تعامل صعب. لاحظوا الامراض الجلديه امراض وحده القياس تبعها بالشهر، يعني ما بيجوز اليوم نتعامل معها انه هي شغله جلديه بسيطه، انه يعني انا ماني عم بويه بوت والله بحط له بويا وبزبطه وخلص مش حال. يعني الثقافة ما مبطلة كتير سيئة، لأنه اليوم ما بيجيني مريض ما مخبص، يعني صلي اشتغل 23 سنة لا كتير بفوت لعندي واحد بيقول لي أنا عندي مشكل هلأ جديد، دائما بيجيني المشكل اللي صلوا 5 سنين وأربع سنين ورد المعاناة أيوة وفت وأخذت كومت أدوية وعلاجات، بسأله عند مين بيقول لي عند فلان وعند ألتان وخلطة مدري شو وطب مدري إيش وخلطات، بينزلهم تحت بند علاج وبس نزلهم تحت بند علاج وما استفاد، بقى بعيش الحالة. أنا حالتي صعبة، أنا ما بطيب، هو بكون بالأساس ما هو متعالج، يعني عرفت شلون، وما بطيب وبدري شو، بحط لي السيديين لهاني شاكر ومضي لي إياها دايما دموع وحالته مشكلة وحالته حالة. دكتور خلينا كمان نرجع نضوي على أبرز الأمراض الجلدية في اللي بتكون كتير متفاقمة، هي الحالة ممكن تتحول لورم بعد الأمراض الجلدية؟ أمراض بمنطق المرض كالتهابات لا. لا في عنا بعض الفيروس ممكن تتحول لأورام. أوكي. بس الأمراض كالتهابات جرثومية لا. ما في جراثيم تحول. ما شو هي الفيروس اللي ممكن؟ الفيروس هلا مثلا بعض الأورام مثلا مثل السقاليل التناسلية عندها بعض الحالات المهملة كتير ممكن تتحول، ذكرت هيك شغلات. بعض السقاليل اللي ممكن تكون تجي على حسب بسموها الوحمة السؤلولية مثلا ممكن بعض الحالات التخريج تتحول. الشامات اللي إلى صفة خاصة كتير ما كلهم، وعلى فكرة قلال كتير اللي بيتحولوا، ممكن تتحول لون كشامي أكيد يكون إلى لون، ما هي لا يعني في إلى لون محدد بتميل للسواد أكتر، بكون ما فيها شعر، معرضة لمنطقة فيها تخريج أكتر أو رد شعاعي مثل تعرض شمسي مثلا فترة طويلة، هدول اللي ممكن يتحولوا عنا لأورام. أورام الجلدية ما أنا من الأورام الشائعة، أغلبيتها بتنزل والحمد لله تحت بند أورام سليمي بنسبة 80% ل20% من الأورام. أورام غير سليمي وقد تكون قاتل، يعني التعامل معها بشكل سيء أو التعامل معها بمنطق هذا، رجعنا لنفس الطريقة مثل أيام زمان كانوا يقولوا لا تلعب بالشام بتتسرطن مثلا إذا بتسمعوها،
هلا هي ما بتتسرطن لانه هي شامل، بتتسرطن لانه انا اول شغله بتخطر على بالي بروح بيجي واحد بيحط لي دواء السيدة اللي قال انه هاي تالولي مثلا. انا بدي احكي لك عن موضوع التالولي، ذكرت انه التواليل كثير ممكن احيانا بعض الناس، طيب في ناس عندهم عاده انه التالولي يلا بسيطه وعاديه وشغله بتنحل، ومثل ما قلت السيد او اي نشاط اخر لتروح التالولي، او العالم احيانا بتضل عندهم التالولي وبيقولوا عادي تالولي. وجود التالولي شو بجسم الانسان؟ هلا سألي الفيروسات بالنهاية إصابة تتهم فيها بشكل كتير كبير، الفيروسات معدية للشخص نفسه أكثر ما معدية للآخر، استعداد الآخر للإصابة هو اللي بتخلي عدوته تنتقل أكثر. أشكالها كتير، بعض الحالات بتتبع العوامل النفسية، كانوا أيام زمان يقروا لي الطهر العامل النفسي بيلعب دور، كانوا يسرقوا باذنجانة قالوا يتمروها وحبة الرز وحليب التين وشو بدك، القصص كلها ماشية. بس المهم ما مهم هي الآلية، إذا وصل الإنسان للشفاء فيها فما في مشكلة، أنا بعتبره علاج لأنه العامل النفسي بيلعب دور كتير فيها لسبب ما. بس كتير يعني أنا ماني ضد أنه واحد آمن بشغلي وصارت خلص أنا بعتبره علاج، ما بقول له لا، ما راح له هذا علاجك كاذب لأنه ما مزبوط، بالنهاية انشفى. بعض السائلين لا تتبع هاي العادات، يعني السائلين مثلا تناسلية مثلا موضوعها صعب كتير، مزمنة كتير، سيئة كتير من ناحية الشفاء، بدها كتير متابعة. أغلب الناس بيجوا بيعملوا لها كي مثلا أو بيعملوا لها إزالة بيقول لك راحت رجعت، الحقيقة متابعاتها بدها تكون بشكل متكرر على كذا شهر، ممكن نحتاج 3 أو 4 جلسات للإضالية، وبدها متابعة لبعد يعني 6 شهور لنأمن 100% أنه طابت. في سائلين بتكون بسيطة، تقولوا لي بتكون قديمة مثلا بسيطة، في ناس بيربطوها بخيط بتروح بتقول لك بتروح، وهي بتكون أقرب للزوايد أكثر من التواليل. ناس مثلا بقول لك انا رالع لي فلان اخذ دواء عربي كذا، هذا موثق الايمان او اليقين، امن بالشغله بيمشي حالها. العلاج تبعها بكون اما ليزري او بالنيتروجين او بالاستئصال الجراحي او حتى بالاستئصال بالتخثير الكهربائي سواء بالار اف او بالكوتري العادي، في طرق كثير، ما انا مشكله كثير صعبه. الحالات اللي ممكن تتحول منها هي الحالات خاصه كثير ونتيجة تعامل سيء، يعني بيكون حدا اليوم مقيمة تالولي هي بتكون مثلا تقران ضيائي أحيانا أو مشكل ما شو بيشبه التالول بيلعبوا فيه بخرشوا مع الأيام ممكن يتحول، هذا بصير. نعم، يعني حكينا عن موضوع التواليل بالحلقة قبل بمرات وحكينا عن أنواعه وعن خطورته أيضا، اليوم رجعنا ذكرنا فيه وحكينا عن الالتهابات وأبرز المشاكل الجلدية وهو أيضا شكل من أشكال الالتهابات الجلدية. دكتور نايت شكرك كتير، شكرا كتير لك وللمعلومات اللي قدمت لنا. شكرا كتير لك دكتور وللمعلومات اللي قدمت لنا إياها. اليوم حلقتنا كانت متنوعة ليا بين عالم الطب والاتصالات وأيضا مع الأطفال كان لهم حصة عنا ضمن البرنامج، نتمنى أن نكون قدرنا نقدم الفايدة لكم مشاهدينا. نتمنى لكم نهار كله خير ومحبة وسلام. شكرا لك ميسان وشكرا لكل فريق العمل، إن شاء الله يومكم يكون حلو ومثل ما بتكون وأكثر. باي 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 باي.